مساء الخير جميعا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار على قناه النهار. النهارده موضوعي الرئيسي الحقيقه هيبقى من بني سويف، وتحديدا من قريه اسمها طحا البيشه. فكره جديده بره الصندوق، اهل القريه قرروا ان هم يمنعوا تعاطي المخدرات بكل انواعها في الافراح، وحطوا عدد من البنود المكتوبه لازم الكل يلتزم بيها، اهمها ممنوع دخول المخدرات اي فرح. وايضا من ضمن الفكره كمان ان هم هيبلغوا الشرطه عن اي شخص بيتعاطى او بيتاجر في المخدرات داخل القريه. باختصار رفعوا شعار قريه بلا مخدرات. هنتعرف على الفكره من اصحابها هنا في الاستوديو بعد شويه، وهنشوف مدى الاستجابه ليها، وهل هيقدروا يواجهوا عاده اجتماعيه فضلت ملازمه للافراح عبر السنين الحقيقه يعني، وهل هينفع ان الفكره دي تتعمم في قرى اخرى؟ هو ده الموضوع الرئيسي في حلقه النهارده من برنامج اخر النهار. ولكن البدايه من شرم الشيخ. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل قبل قليل مطار شرم الشيخ قادما من المانيا بعد رحله استمرت 4 ايام، ووصول الرئيس بيتزامن مع اقتراب انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي. والمنتدى الحقيقة بينعقد من 3 ل 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وبيشارك فيه حوالي 5000 شاب وفتاة من نحو 160 دولة. هنتابع تقرير داليا أبو عميرة. ثلاثة أيام وتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي، والذي ينعقد من 3 حتى 6 من نوفمبر عام 2018 بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 5000 شاب وفتاة من كل دول العالم. بدأت الوفود في الوصول إلى شرم الشيخ، وتم إعداد وتجهيز 64,000 غرفة سياحية لإقامة الوفود الشبابية. هذا بالإضافة إلى الاستعدادات المكثفة في المطارات لاستقبال الوفود الأجنبية والعربية. ينعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتضم أجندة منتدى شباب العالم لعام 2018 مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، كذلك يتبادلوا الخبرات حولها في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع. كذلك يعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، وهو ما يحدث في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017. ويشهد المنتدى فعاليات أخرى متنوعة لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب، من أبرزها تخصيص مساحة للإبداع يعرض بها أحدث ابتكارات الشباب في مختلف المجالات. ويقام أيضاً ولأول مرة مسرح شباب العالم، والذي يعرض مختلف ألوان الفنون كالغناء والتمثيل، وكذلك ورش عمل شبابية لمناقشة أبرز المشروعات والقضايا الدولية الملحة. وإلقاء مزيد من الأضواء والتفاصيل حول منتدى هذا العام بشرم الشيخ من 3 ل 6 نوفمبر إن شاء الله. برحب بالدكتور عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأيضا عضو اللجنة المنظمة للمنتدى. دكتور عمرو، مساء الخير وشكرا للمشاركة. مساء الخير لحضرتك أستاذ معتز وللسادة المشاهدين. يا ترى إيه الجديد في منتدى السنة دي؟ هو في الحقيقة المنتدى السنة دي ثري جدا. هناك العديد من المحاور الهامة اللي هيناقشها الشباب على مدار أيام المنتدى اللي هيبدأ من يوم 3 ل 6 نوفمبر، طبعا بتشريف ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن من ضمن المحاور الهامة جدا اللي هيتم مناقشتها في منتدى شباب العالم محور أجندة أفريقيا 2063، أفريقيا التي نريدها.
اعتقد ان المحور ده هيكون له دور بارز جدا وتوصيات قويه جدا مصر هتاخدها بعين الاعتبار، طبعا بحكم ان مصر ستتولى رئاسه الاتحاد الافريقي في 2019. فاعتقد ان يعني قيمه يعني هذا المحور ومحاور اخرى بتنطلق من دور مصر الرائد واستعاده دورها القوي والفاعل في القاره الافريقيه. هناك العديد من المحاور الاخرى يعني زي دور قادة العالم في استدامة السلام ودور القوى الناعمة في محاربة الإرهاب والتطرف، أعتقد دي برضو محاور قوية جدا تناقش كيف يجابه العالم الإرهاب والتطرف، وما هو الدور أو تطلعات الشباب لدور قادة العالم في استدامة السلام. أعتقد أن دي محاور كبيرة جدا. طبعا النموذج المحاكاة هيبقى برضو حاجة في منتهى القوة، يعني نقدر نقول أنه ستكون هناك مشاركات فعالة وقوية جدا لشباب العالم والشباب المصري داخل طبعا أروقة منتدى شباب العالم. هو يعني معروف أن يعني عايز أقول يعني أسلوب المنتدى أن أنت بتعمل جلسات خاصة أو ورش أو ورش عمل، جلسات نقاش كمان بتطرح فيها دكتور عمرو المحاور الهامة اللي حضرتك قلت عليها، يعني يا ريتك تديني نموذجين او عنوانين من اهم ندوات هتتعمل. يعني طبعا يعني حضرتك برضو مشكورا قلت حاجة مهمة جدا، يمكن النهاردة كان في ورش عمل بدأت فعليا في منتدى شباب العالم طبعا قبل بداية المنتدى بيوم 3. دور الشركات الناشئة في طبعا في الاقتصادات العالميه، وفي بكره هتبدا ورش عمل لمحور اجنده افريقيا 2063 ومحور ذوي الاعاقه. دي محاور هتبدا ورش عمل ونقاشات هتبدا من بكره ان شاء الله، يعني بدات النهارده وهتستمر لبكره والبعد بكره علشان تخرج بتوصيات تعرض في منتدى شباب العالم. كويس. فدول من ثلاث محاور رئيسيه هيتم مناقشتهم وعمل ورش عمل ونقاشات قبل بدايه المؤتمر. في برضو اثناء المؤتمر ايام المؤتمر المنتدى هيكون في برضو ورش عمل وحلقات نقاشيه في العديد من المحاور الاخرى. زي مثلا محور الاورو متوسطي هيكون في برضو حلقات نقاشيه قبل طبعا ناخد الجلسات الرسميه او الرئيسيه. هو الغرض من فكره المحاور او ورش العمل او الحلقات النقاشيه دي ان يكون في اثراء للتوصيات، ان يكون في تفاعل من الشباب من شباب العالم، ان يكون في تلاقي ثقافات متعدده طبعا بتوزيع طبعا المحاور. خلينا اقول لحضرتك مثلا ان احد المحاور هيكون فيه ما يقترب من 150 مشارك من مختلف دول العالم. فدي طبعا هتدي اثراء كبير جدا للحلقه الحلقات النقاشيه، وهيكون برضو اثراء كبير جدا للتوصيات اللي هتتم اعلانها داخل المؤتمر. تمام. فطبعا دي محاور في منتهى الاهميه والقوه. يعني برضو خليني اقول لحضرتك ان مصر بتشهد في خلال هذه الفتره يعني العديد والعديد من مؤتمرات الشباب. طبعا على مدار السنه بتكون مؤتمرات شباب خاصه بالشباب المصري، ومنتدى شباب العالم للدوره الثانيه هينطلق بمنتهى القوه. في توصيات تمت السنه اللي فاتت وتم تنفيذها على ارض الواقع، زي مثلا نموذج المحاكاه اللي هيتم خلال المنتدى السنه دي. احنا بنتطلع كشباب مصر وشباب العالم الى دور اكثر فاعليه. مصر النهارده بتنطلق بقوه جدا في ملف الشباب، بتنطلق بمنتهى القوه في ملف التقارب الافريقي، وازاي ان احنا نحدث حاله من التوافق داخل القاره الافريقيه علشان افريقيا تستحق اكثر بكثير جدا من وضعها الحالي. تمام. مصر بتنطلق بقوه جدا في المحورين دول او في الملفين دول، واحنا شايفين ان هناك اراده سياسيه واراده حقيقيه للقياده السياسيه اللي موجوده حاليا ان هي تخترق ملفات ما كانش حد بيخترقها بهذه القوه قبل كده. تمام. وده يحسب برضو للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل اللي موجود معاه، ان احنا النهارده بنطرق ابواب افريقيا بمنتهى القوه. مشاركات قويه جدا النهارده. يعني برضو خلينا اقول لحضرتك ان الجانب الروسي مشارك بقوه كبيره جدا في منتدى شباب العالم. واعتقد ان توجهات قاده العالم نحو منتدى شباب العالم هذه السنه يختلف تماما
يعني هو تطور بشكل كبير جدا، واصبح ان هناك اهتمام كبير جدا بالمشاركه والتواجد داخل منتدى شباب العالم اللي بيعقد في مدينه السلام في شرم الشيخ. على كل حال عجيبه جدا. عايز اقول لك ربنا يوفقك يا دكتور عمرو ان شاء الله، ويطلع منتدى يعني ناجح ومشرف ويحقق الاهداف اللي اتعمل المؤتمر، فكره المؤتمر لتحقيقها، يعني مزيد من التقارب الثقافي ما بين شبابنا وشباب العالم، مزيد من المحاكاة لما يحدث من حولنا وبالذات في القارة الأفريقية منطقتنا الإقليمية. فربنا كده معاكم إن شاء الله، وإحنا هنا بالنسبة لنا في قناة النهار هننقل في بث مباشر وقائع المؤتمر أو المنتدى على مدار أيامه الثلاثة، من 3 ل 6 نوفمبر ان شاء الله. شكرا للدكتور عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الاحزاب وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وقلت من شوية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيعقد هذا المؤتمر تحت رعايته وصل فعلا الى مدينة شرم الشيخ قادما من زيارة لألمانيا استغرقت 4 ايام، ويعني بيدي زخم طبعا وجود الرئيس لمثل هذه المنتديات ودعم ورعاية شخصية منه، فيبدو ان هو يعني هيفضل موجود الى ان يتم الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 3 نوفمبر القادم ان شاء الله. طيب دلوقتي هنتعرف على تقليد جديد لمجلس الوزراء بيعرض فيه بعض النماذج الايجابية، وكانت البداية الحقيقة من مدرسة وهي مدرسة عمرو بن العاص لغات بمدينة بورسعيد. قصص نجاح من أصعب بداية لأنجح نهاية. مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد. احنا في مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد. المدرسة تعينت فيها سنة 17-18، يعني السنة اللي فاتت، وكانت عبارة عن رمل أصفر و بواقي التعمير، لان المبنى ده مبني من جديد. اتهديت لفكره ان انا اعمل مدرسه صديقه للبيئه. حوالي 1000 كاوتش استخدمتهم، عملت لهم ريسايكل، عملت بهم اشكال جماليه، عملت بيهم قمصز البوصله، عملت بيهم ساعات، عملت بيهم اشكال جماليه، عملت بيهم ريسبشن لمدخل المدرسه، عملت بيهم العاب رياضيه، عملت رامبولين، زحليقه، نطاطه، حاجات للاولاد. عملت اول فصل جوه الحديقه على مستوى مصر حاليا كارت روم، الاولاد هم قاعدين جوه الفصل، يبقى قاعدين في الخضره في الحديقه. انا بصراحه شايف ان المدرسه دي حلوه قوي، وبحب حصه الرسم تحت احسن من تبقى فوق، لان الفصل بيبقى فيه دوشه، لكن انا الجو بصراحه حلو قوي، وانا بحب المدرسه كمان. ينور فصل الحديقة جميل، وفي زهور ودنيا حلوة، أنا بحبها. أنا بحب فصل الحديقة، ولما بطلع برضو الفصل بعرف أرسم، بس ما بعرفش أرسم، بيبقى مختلف بس شوية عن فصل الحديقة. النواتج بتاعة الموضوع أثرت تأثير كبير قوي، إن أصبحت المدرسة مدرسة جذب للطلبة، الناس مدت إيديها لينا، وزارة الزراعة مدتني بأشجار مثمرة، جهات اخرى مدتنا، لكن في متابعات برضو من المديريه. السيد وزير محافظ بورسعيد جالي زارني واثنى كتير، وقال ان دي مدرسه اصبحت يعني تماثل المدارس الدوليه. ممكن ان تفعل شيء اذا حبينا البلد، ودي يمكن كلمه السر اللي ممكن اقولها لاي حد في البلد. حبوا البلد هتلاقوا حاجات كتيره قوي ممكن تحصل، وحاجات تفرحكم، وحاجات ممكن ناخدها كمثال تساعدنا في الانطلاقة لمصر جديدة إن شاء الله. أنا نتوقف دلوقتي عند استراحة إعلانية قصيرة ونرجع نكمل من موضوعاتنا بعد الفاصل. بالصوت والصورة شباب بيقتحموا مدرسة للبنات في شبرا الخيمة، يا ترى عملوا إيه؟ وإيه اللي خلاهم يتصرفوا التصرف ده؟ كل هذه الأسئلة هنطرحها بعد الفاصل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة.
هو طبعا تقليد عظيم من نادي السيد انه يكرم ابناء المقاتلين في حرب اكتوبر 73. بتدي قدوه للشباب الجديد ان مصر ما تنساش ابنائها رجالتها اللي حاربوا وحققوا اعظم نصر في العصر الحديث. ايضا بيكرموا الناس اللي حاربوا وضحوا عشان مصر وعشان البلد. انك تشوف الناس اللي جنبك والشهداء اللي بيقعوا جنبك وماشيه والدنيا ماشيه، اهم حاجه مصر، مصر الاول. اذا كنا بنحتفل النهارده بذكرى 45 لحرب اكتوبر، فهي نفس المناسبه بالنسبه لنا في الدفعه بتاعتنا 50 سنه على دخول الكليه الحربيه، فاحنا دخلنا 68 اكتوبر 68 وتخرجنا في فبراير 70 واللي هي رقم الدفعه بتاعنا 57، وهي تعتبر 50 سنه على دخولنا الكليه الحربيه. للكوكبة العظيمة ده مش لواءات، دول عظماء في فرق بين اقول رتبة واقول ناس عظيمة قدمت لمصر ايه. مصر ادوا لمصر، يعني ما انا بقولك انا حاسس ان حجمي انا مش عارف، مش يعني مش جاي جنبيهم حاجة خالص. فدول شرفوا مصر والمؤسسة العسكرية شرف لمصر، وهؤلاء العظماء شرفونا ورفعوا راسنا في العالم. حقيقة تحية كبيرة للناس دي. انا كما تشرفت بخدمة القوات المسلحة 35 سنة، فازددت شرفا بأن أنا قدمت ابنا من أبنائي لخدمة بلده ورد كملها اللي علمته واللي خليته يوصل لهذه المنصب. أدعو له بالتوفيق والصحة لما يقدمه لبلده مصر. الحقيقة يعني كل فترة والتانية بيجي لنا مقطع فيديو من داخل المدرسة شكل، ويعني في أقل تقدير تعالوا نقول إن هي بتثير علامات استفهام كتيرة جدا عن أمور كتيرة جدا جدا خاصة بمدارسنا والأحوال في مدارسنا والإدارة داخل المدارس والأخلاقيات وأمور أخرى كثيرة جدا. المرة دي الحقيقة هعرض عليكم مقطع غريب جدا حد مصوره من جوه مدرسة بتاعت بنات. الحقيقة في مجموعة من الشبان اقتحموا هذه المدرسة، مدرسة شبرا الخيمة التجارية. هنشوف الفيديو ونرجع نتكلم. مجموعة شبان داخل فصل بنات في مدرسة، المفروض المعلومة اللي عندي انها مدرسة شبرا الخيمة التجارية بنات، وفي كده يعني هرج ومرج ودخل الشبان دول جوه وبيزقوا البنات بالتختة، وفي حالة من الرعب طبعا عند البنات، واخدين بعضهم جميعا ومتجمعين واقفين عند الحيطة في اخر الحيطة عند الفصل تحسبا لقيام الشبان بالعرفش يعني بيعملوا لهم حاجة ولا كده. واضح انه موقف مش طبيعي وموقف غريب، وربما كمان تكون اتقالت حاجات بعد وقبل. انا هو ده اللي قادر اجمعه من المقطع اللي تحت ايدي، بس مش شايف إدارة، مش شايف مدرس، مش شايف مدرسة،
مش شايف حتى حد بيقول انتوا بتعملوا ايه هنا، انتوا ايه اللي جابكوا، ايه اللي وصلكوا هنا، انتوا فين، انت مين، انت تابع مين، انت مفيش رجل امن، مفي غياب كامل للإدارة وللمسؤولين. فبس انا يعني الناس بتزعل لما بنوري الحاجات دي، بس احنا الحقيقة الحاجات دي يعني هي دي بس اللي بتوصلنا، ما بالك اللي ما بيوصلش دول بيعملوا ايه؟ نفسنا بس نفهم. بستضيف على الهواء دلوقتي الاستاذ محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا التعليمية، وبرحب بيك يا استاذ مهدي. مساء الخير يا فندم. خير يا معتز، كل عام وانتم بخير. وانت بألف صحة وسلامة. هل تقدر تفسر لنا ايه اللي جاء في المقطع ده يا فندم؟ اولا تصحيح بسيط، هي مدرسة شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة وليست البنات. المشتركة، تمام. يعني هي بنين وبنات مع بعض. اذا الطلبة دول الشباب الموجود من البنين هم طلاب في المدرسة وليسوا من خارج المدرسة. يعني هم مش من خارج المدرسه؟ لا لا لا، طلاب من المدرسه. ايه رايك في المشهد، ايه رايك في المشهد اللي احنا شفناه مع بعض؟ طبعا مشهد غير مقبول ومرفوض بالمره، بس هي الواقعه حصلت اثناء الفسحه. يعني ايه تفسيرك؟ احنا مش فاهمين هم بيعملوا التفسير ايه. التفسير ان حضرتك اثناء الفسحه كانوا البنات في فصلهم بيتناولوا بعض الوجبات اللي معاهم، والبنين طلبه في المدرسه بيمرهم الفصول في الفصل، البنات اولى اول في الدور الارضي، ثلاثة من الشبان توجهوا للفصل البنات في حالة من الاستظراف، ناكل معاكم من الكلام اللي انت حضرتك عارفه. البنات طبعا ردوا عليهم يعني انه ما ينفعش وانه بتاعت، النقاش تطور الى مشادة كلامية، قام احد الطلاب زي ما حضرتك شاف الفيديو بدفع المقعد اللي تجلس عليه الطالبة بالظبط، وكسر ليها النظارة. ده كلام كان في الفسحة. من المشهد مبدئيا في مخالفات كتير طبعا على الادارة وعلى الاشراف، عدم تواجد الاشراف في دور البنات يمنع مرور بنين في دور البنات، وشكل الطالب اللي ظاهر بشراب وشبشب بتاع ده برضه غير سوي، وجود تليفون محمول مع الطلاب برضه ده مخالف للقرارات والتعليمات الوزاريه. طبعا المدرسه مبدئيا خدت اجراء بفصل الطلاب اسبوعين البنين، واحنا توجهنا عن طريق مسؤول امن الاداره توجه للمدرسه لعمل تقرير بالواقعه، وخدنا في اليوم التالي، الواقعه دي كانت يوم الاحد حضرتك. تاني يوم احنا خدنا طبعا، رحت انا بنفسي ومعايا التخطيط ومعايا التعليم الفني ومعايا عضو الامن. عضو الامن كان مخصوص انه يعمل تقرير على الواقعه وايه الاحداث بالظبط، وانا والتخطيط والتعليم الفني كنا بندرس موقف المدرسه من عدد فصولها وعدد طلابها، وخدنا قرار بفصل المدرسه الى فترتين، فتره صباحيه بنات وفتره مسائيه بنين. عضو الامن حضرتك لما كتب في تقرير الواقعه وان شاهدنا ملاحظات كده من حيث مبدئيا بدون التحقيق، طبعا احنا هننتظر التحقيق كاجراء عقابي نهائي، لكن مبدئيا الاجراءات العقابيه اللي خدناها بالنسبه للاولاد والطلاب البنين فصل اسبوعين، وندبنا مدير المدرسه لديوان الاداره وكلفنا اخرين باداره المدرسه، استبعدنا مدير المدرسه من اداره المدرسه، وطبعا الاسبوعين من وجهه نظر انا غير كافيين تماما وغير راضعين وممكن نؤدي لتكرار مثل هذه الاحداث. حولنا الموضوع طبعا لائحه الانضباط 287 اقصاها بالنسبه للمدرسه اسبوعين. فاحنا حلنا الموضوع للجنه الاداره، لجنه الحمايه الفرعيه بالاداره لتغليظ العقوبه. وطبعا حلنا الموضوع للشؤون القانونيه للتحقيق لتحديد المخالفين ومدى جسامه مخالفه كل شخص فيهم لاتخاذ اللازم. انا طبعا مقدر كل اللي حضرتك قلته، وربنا معاك طبعا في اداء مهمتك، بس انا كنت عايز ادردش معاك شويه لو سمحت، باعتبارك ده انا يسعدني طبعا رجل باعتبارك رجل تربوي ورجل يعني بحييك على شجاعتك وتصدرك للمشهد. هو في الاول وفي الاخر برضو انا قبل ما اكون مسؤول انا ولي امر، ليه بنات في المدرسه على فكره، عندي بنات في المدرسه، فما مرضاش لنفسي مرضاش للاخرين. اكيد. المشهد اللي احنا شفناه مع بعض ده استاذ محمد مهدي بالنسبه لي انا في علامات استفهام كتير. نمره واحد، في غياب كامل للإشراف وللمسؤولين. يعني أنا لو عندي مدرسة مشتركة وهسيب الشبان، بص المنظر ده، البنات خايفين
وابتدى الولد يتصرف تصرفات فيها نوع من البلطجه شويه، انا اسف استخدم التعبير، معاك يعني في اثاره جو من الفزع والرعب جوه الفصل، وممكن يكون يعني لو استمر غياب الاداره اكتر من كده ربما يحدث ما هو ابعد من كده، انه مجرد تخويف لانه ممكن يعتدي على واحده او كده. المدير او الاداره او الامن او الاشراف في غايب كده ليه؟ ما هو بقى ده احنا يعني انا متفق مع حضرتك تماما ان في اهمال وتقصير واضح جدا، ولذلك احنا استبعدنا مدير المدرسه من اداره المدرسه واستدعيناه لديوان الاداره لحين انتهى التحقيق، وكلفنا اشخاص اخرين باداره المدرسه. هيئه الاشراف بالكامل في اليوم ده تحولت للتحقيق. لازم اجراءات رادعه علشان كل واحد يقوم بدوره بقى عشان ننهض وناخد موقعنا الرياضي. استاذ محمد يعني. مهدي، سؤالي الثاني لحضرتك، اللي صور بالموبايل ده مش واحد مكلف من طرفك اللي سجل الواقع؟ اللي صور الموبايل طالبه كان، والطالبه دي صورتها لنا واطلعتنا على نقول ايه خبايا الامور جوه المدرسه. يعني فاهم ازاي؟ ما بالك الامور الاخرى الكتير قوي اللي ما بتصورش. وسؤالي لك، هو انتوا بتراقبوا الاداء جوه المدارس دي ازاي؟ المفروض طبعا في متابعه من المرحله التعليم الفني، كل مدارس لها مرحله خاصه بيها المفروض فيها متابعه منها، فيها لجان متابعه من الاداره خاصه بالمتابعه نفسها، في توجيهات، في لجان متابعه يعني بتروح المدرسه، اداره متابعه بتروح مدارس، بس طبعا مش هتروح المدرسه كل يوم، يعني احنا عندنا ما يقرب من 147 مدرسه، فاعداد المتابعه 8، فيعني حضرتك مع، لكن هو في تقصير احنا هنواجه التقصير ده طبعا بحزم وبقوه بالقانون، يعني احنا مش بحيث انها تكون تدي مردود فعل ان احنا متابعين ومتواجدين بقوه. انت ما خدتش بالك استاذ مهدي انه طول فتره عرض المقطع اللي بتوصل لحوالي دقيقتين ما فيش حد قال يعني سلام عليكم من اي نوع من انواع المشرفين؟ هو طبعا ليس مبرر، لكن هي المشكله ان الموضوع كان في الفسحه، هو الفسحه ما تبقاش فسحه بالنسبه للمشرف. يجب مع حضرتك بعدي، وعشان ده شغله، ده اللي بياكل منه عيش. لا، واساس ما دام مدرسه مشتركه في السن ده، التعليمات الاشراف ان كل مشرف موجود في دوره، ممنوع تواجد البنين في ادوار البنات، وموجود تواجد البنين في دورات البنات، موجود ممنوع تواجد البنات في ادوار البنين عشان الاحتكاكات اللي ممكن تحصل ده في السن زي ده، لكن واضح ان في اهمال وتقصير. والموضوع حيله للشؤون القانونيه فعلا. ربنا معاكم بصراحة ومعانا جميعا. هكتفي طبعا بهذا القدر لان هنقعد. شكرا استاذ محمد مهدي مدير ادارة غرب شبرا التعليمية، صحح لي معلومة مهمة جدا، قال لي لا دي مدرسة مشتركة. كلام كويس قوي وزي الفل، بس ده مش مبرر ان طالما مدرسة مشتركة يبقى البنين يدخلوا على فصول البنات ويبلطجوا عليهم بالطريقة اللي احنا شفناها دي. وبرضه هكرر السؤال، لو البنت اللي مصورتش الفيديو ده ما كانتش صورت وكانت الواقعة دي مشيت ومرت مرور الكرام، ايه المشهد ده الغريب اللي جوه مدارسنا؟ ايه ده؟ دي فين هو التربية والتعليم ويقولك الاخلاقيات ولازم ننهض وكلام كبير وشعارات، بس على ارض الواقع الموضوع مختلف. الموضوع محتاج شوية ضمير، شوية شغل، ما نبقاش قاعدين كده وعمالين نفتي بس كده يمين وشمال ونفتي ويمين وشمال، لازم نشتغل عشان نقوم بقى على حيلنا. طيب، على كل حال احنا عندنا موضوع مهم جدا النهارده من بني سويف، بس خلوني الاول اروح لأسطورة كرة القدم المصرية الكابتن الخطيب او بيبو، اللي الحقيقة بيواكب يوم 30 اكتوبر 1954 مولد هذا النجم الكبير، نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري سابقا ورئيس نادي الاهلي حاليا. مهما حاولنا نتكلم عن بيبو مش هنقدر الحقيقه نعبر عن جزء بسيط من انجازاته. هنشوف تقرير داليا ابو عميره عن محمود الخطيب، وبعديه هنروح لاستراحه اعلانيه ونكمل البرنامج. اوعوا تروحوا في اي حته. أسطورة كما يجب أن تكون.
هو الرمز والقيمة. وانعكاس لاسم كبير كالنادي الأهلي. أنا مخلي طبعا الصفر بتاع النادي الأهلي اللي هو النادي اللي أنا الشيء الوحيد اللي خلاني أبكي والشيء الوحيد اللي خلاني ممكن الدموع تنزل من عينيا هو النادي الأهلي. محمود الخطيب. أهم من ارتدى رقم 10 والذي يتم الآن عامه 64. النهارده نقدر نقول لجمهور مصر العظيم وجمهور الأهلي الوفي كل سنة وانتم طيبين. بيبو مولود في 30 أكتوبر عام 1954 في محافظة الدقهلية، وبدأ الخطيب بلعب الكرة وهو في العاشرة. احترف الخطيب في سن 15 في نادي النصر، وبعدها دخل النادي الأهلي ولعب له لمدة 16 عام، أحرز خلالها للشياطين الحمر 108 هدف سجلها في 199 مباراة. لما الكرة لعبها عالية للخطيب على صدره والجول يا ولد يا لعيب يا لعيب. فاز الخطيب بعشر ألقاب دوري وخمسة كؤوس مصر، وصنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدف في 49 مباراة. خطيب طاهر أبو زيد الخطيب بيشوط في الجول. وبعد 30 عام من اعتزال بيبو لازال هو الاسم الأبرز والأهم في تاريخ القلعة الحمراء. أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكره كتير قوي لأن فعلا ده كتير قوي قوي عليا الحمد لله. بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي أنا تربيت عليها. بشكركم جميعا، بشكركم جميعا، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر. ليس لكونه فقط رئيس النادي الأهلي منذ ما يقرب من عام، وهي الانتخابات التي فاز فيها باكتساح في مقابل منافسه محمود طاهر، لكن لكونه أيضاً اللاعب الأكثر أخلاقاً الذي لم يطرد من أي ملعب من قبل طوال مسيرته الكروية. كل عام وبيبو بألف خير. ضيوفي النهارده الحقيقه من محافظه بني سويف، وتحديدا من قريه اسمها طحا البيشه، مش عارف انا بنطقها صح ولا غلط. اهل القريه قرروا ان هم يمنعوا تعاطي المخدرات بكل انواعها في الافراح، وحطوا عدد من البنود المكتوبه اللي لازم الكل يلتزم بيها، ممنوع دخول المخدرات لاي فرح. وبالمناسبه يعني ممكن يبلغوا الشرطه كمان وفقا للمبادره دي عن أي شخص بيتعاطى أو بيتاجر في المخدرات داخل القرية. يعني باختصار أنه الأهالي هناك رفعوا شعار قرية بلا مخدرات. يعني طبعا مبادرة ممتازة، ومبادرة أهم حاجة فيها أن هي برة الصندوق تماما، لأن ربما يبقى فيه عادات وتقاليد اجتماعية من سنوات طويلة جدا أن في الأفراح دي بقى يعني زي ما تقول إيه، يعني بتبقى موسم اللي عايز يشرب حاجة، اللي عايز، ما هو تحت شعار أو عنوان الفرح في ناس بتعتبر إن في أمور كتير تبقى مباحة، بس واضح إن في إرادة قوية عند أهالي طحا البيشة إن هم يعني يقفوا في وجه العادات والتقاليد اللي ممكن تضر بالمجتمع. تعالوا نرحب بضيوفي النهاردة ونتعرف منهم على هذه الفكرة ومدى الاستجابة ليها. برحب بالدكتور طه عبد العظيم وهو من مؤسسي مبادرة طه البيشة بلا مخدرات. أهلا بك دكتور طه، مساء الخير. أهلا. دكتور أحمد عبد السلام وهو من مؤسسي المبادرة برضو ومن أهالي طه البيشة. أهلا بك دكتور أحمد، منور. منور سعادتك. أستاذ ربيع موسى أمين صندوق مركز شباب طه البيشة،
اهلا بيك استاذ ربيع. اهلا بك. وايضا الاستاذ عمرو اسماعيل وهو مرشح عمده ربنا معاه من مؤسسي المبادره، اهلا بيك يا فندم مساء الخير. معانا ايضا في الجمهور يعني مش هقدر اقدمهم واحد واحد معلش اعذروني، بس هم مجموعه منورني من اهالي قريه طه البيشه. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. دكتور طه، الموضوع بره الصندوق تماما وربما ما سمعتش عنه قبل كده في اي محافظه، ايه اللي ولد الفكره دي؟ الاول طبعا بشكر حضرتك على استضافتنا النهارده، وده بيدينا دعم معنوي عالي. لا شكر على الفكره. اساسا ده كان استكمال لمجهود موجود، احنا بنستهدف دايما ان احنا خدمه مجتمع، ففكرنا ان احنا نبص على الشباب بشكل اشمل تماشيا مع سياسه الدوله. كويس. انا حضرتك لسه اللقاء اللي كان قبل كده الرئيس في وجود في مؤتمر شباب، الشباب بتاعنا هو القوه الداعمه، هو القاطره اللي هي بتجر البلد. صحيح. واحنا بنتكلم في شباب، بنتكلم في اقتصاد، بنتكلم في اخلاق. كويس. بالمبادره دي احنا بنقول ايه؟ بنحط الثلاث مستهدفات دول في كفه والمخدرات في كفه ثانيه. لو عملنا معادله هنلاقي المخدرات لو اتضربت في الحاجات دي هتجيب صفر في تعاطي المخدرات. المخدرات اساسا حضرتك طبعا تعرف، مش هتكلم عشان وقت البرنامج، ولكن الشباب كان مستهدف فيها وشكل واضح. فاحنا خدنا المبادره ان احنا نعمل ايه؟ قسمنا المبادره لحاجتين، خطه قصيره شويه وخطه طويله. كويس. خطه قصيره المدى ان احنا نشوف الحاجات اللي هي فيها تجمعات، اللي هي فيها تجمعات للشباب زي الافراح، زي الافراح وزي المقاهي. ليه تجمعات استاذ معتز؟ لان الافراح احنا لما قابلنا مجموعه من برضو الشباب اللي هي يعني بتشرب او بتتعاطى المخدرات، لقينا حاجه غريبه جدا، انه اول مره شرب فيها مخدرات او اول مره تعاطى فيها كان في فرح. الولد ترسخ في العقل الباطن بتاعه، هو شايف ناس حتى ترابيزات، ناس بتتعاطى، الموضوع مباح، مفيش مشكله، في علن، في ناس كبيره واقفه قاعده بتبارك هذا الامر. فايه الموضوع ده؟ ده الموضوع عادي. صحيح. ده الموضوع مفيش مشكله طبعا. طب ما انا بتشرب، وبعدين حاجه تانية. طب ما اجرب، وبعدين خلي بال حضرتك في حاجه الذ بقى، انا هجرب بلاش. يعني شيء بيتعاطى قدامي، طب اجرب اشوف ايه الموضوع ده. فلقينا ان الموضوع ده موضوع خطير جدا. موضوع خطير جدا. فبالاضافه للمقاهي طبعا، والقهاوي دي كانت من ضمن برضو المستهدف الاولاني بتاعنا، لان القهاوي طبعا من ضمن تجمعات الشباب. مع حضرتك ازاي؟ فاحنا ابتدينا ناخد قرارات ان احنا نمنع تعاطي المخدرات في الافراح وفي القهاوي. مين احنا؟ المجموعه بالظبط. اتفضل. المجموعه بتاعت احنا دي الاول احنا كنا يعني انتوا مثلا مجلس القريه او ولا انتوا يعني مجموعه لميتوا بعض وقلتوا ان انتوا هتعملوا مبادره للتصدي لتعاطي المخدرات في القريه؟ هو احنا الاول احنا بنجتمع بشكل شويه منتظم نتناقش في بعض الامور يعني. تمام. فاحنا بنتناقش في الامور دايما اللي تخدم اهداف الدوله. يعني احنا كظهير شعبي لازم يكون لنا دور ايجابي، ده اللي احنا بنتكلم فيه. فالدور ده احنا كان في حد طبعا الحاج علي زناته، ده راجل من كبراء البلد وشيخ البلد، وكنت انا وكان الدكتور ايهاب وكانت مجموعه قاعده تانية، وقعدنا وقررنا ان احنا لازم ناخد دور ايجابي ونطلع الموضوع للنور، لان انا وانت وحضرتك وكل الناس، اي مواطن صالح بيفكر بصحه البلد هيقول لا، بس ايه ازاي نحول الكلام ده لحاجه لواقع، تسلط الضوء عليه. تسلط الضوء عليه. طيب خليك معايا عشان ادي الفرصه كده. انا عايز اسمع من العمده المرشح عمرو اسماعيل، وعندي سؤال مهم جدا. اتفضل. هو اولا المخدرات لا تقتصر على الافراح وبس، ولا على المقاهي وبس. صح. انتوا عايزينها تختفي من الافراح والمقاهي ولا من طحة البيشه كلها؟ المرحله الاولى ان هي تكون الافراح والعادات، الفرح والكلام بتاع القهاوي دي اللي احنا مشينا فيها دلوقتي. بعد كده المرحله الثانيه ان احنا نقضي عليها نهائي. قريه طحة البيشه قريه تمتاز ان التعليم فيها عالي قوي، ممتاز، مستوى يعني مستوى حمله الدكتوراه فيها ما يقلش عن 60 70 واحد، كل بيت تلاقي فيه دكتور مهندس. اكتشفنا ان في الاخيره او في السنتين الاخر دول حاجات غريبه عن القريه بتحصل، الفرح يجيبوا مش عارف ايه، ناس تيجي من بره لا وقفنا قلنا مش هنعمل الكلام ده. كانت مبادره حلوه من شباب، وقفنا مع الشباب كله، الناس ساعدتنا، عملنا تنسيق مع الامن، طب احنا هنعمل كذا كذا كذا، طب انتوا هتكونوا معانا؟ قال احنا معاكم. اتصلت انا برئيس المباحث مصطفى ابو طالب، الراجل وقف معانا، محمد بن توفيق،
مأمور المركز الراجل قال احنا معاكم في المبادرة دهيت. وبقى خدنا مبادرة من الامن معانا ساعدنا ان احنا هبلغ على طول عليه الشخص ده هوت هبلغ عليه لو ما استجابش ليه لو ما برضيش ان انا يعمل الفرح وهدفعه 10,000 جنيه ما رضيش يدفع ال 10,000 جنيه هقعده في قعده عرفيه. هتدفعه 10,000 جنيه يعني بانهي سلطه يعني؟ السلطه لسلطه اللي هي القعده العرفيه بتاعت البلد. انا هغرمك فلوس لو انت عملت الكلام دوت، مش هروح للفرح بتاعك، مش هروح كاتب الكتاب بتاعك، ماشي؟ وتفرض عليه غرامه، وافرض عليه غرامه ب 10,000 جنيه تروح لاي حاجه للقريه نستفيد بيها الاشخاص اليتامى والكلام ده هو ملزم يدفعها؟ ملزم يدفعها، طب ما دفعهاش بقعده في قعده عرفيه تخليه ان هو يدفع الكلام ده هو. طيب دكتور احمد عبد السلام بعد اذن حضرتك، احنا ناس واقعيين ودي ما هياش مهمه سهله وانا عارف، ايه اهم التحديات اللي بتقابلكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهم التحديات اللي تقابلنا وعي الشباب، استعداد الشباب، ان الشاب اساسا يستقبل الفكره ويبتدي ينفذ معنا. احنا ما كانش عندنا يعني طموحين قوي ان الشباب كلها تحضر. احنا اول مبادره اول ما اتعملت مركز الشباب بتاعنا كان تقريبا ممتلئ على الاخر، اهل القريه كلهم، فدي كانت بدايه طيبه جدا لينا. لكن احنا عندنا تحديات كبيره جدا دلوقتي، تحديات خارجيه زي اللي بيتاجر في المخدرات، زي مستهدف الشباب. عندنا تحدي كبير جدا ازاي نستغل طاقه الشباب. احنا عندنا قريه بسيطه جدا، فقيره جدا الامكانيات، محتاجين تسليط الضوء عليها المسؤولين. عندنا مركز الشباب بتاعنا، انا رئيس مجلس اداره، الدكتور اشرف رئيس مجلس اداره، الاستاذ ربيع، الاستاذ اشرف، محتاجين دعم. احنا يعني تقريبا قوه ناعمه زي ما الدكتور طه بيتكلم في مسانده الدوله. طب فين المسؤولين التنفيذيين في مساندتنا؟ ابتدينا نعمل حاجه مهمه جدا، وزعنا الادوار، كل واحد له دور. دوري انا يعني تربوي، انا تخصص علم نفس، كليه اداب جامعه بني سويف. ابتدينا نستهدف قطاع من الاطفال من سن سنتين الى 18 سنه شباب، ازاي نعمل ستاره ضد المخدرات، ازاي نعمل ستاره قبل ما ينخرطوا داخل البؤره دي. ده مهمتي انا شخصيا، انا والاستاذ اشرف بكري مسؤول النشاط الثقافي، في ان احنا ازاي نمسك الشباب دي، نعمل وعي ثقافي، كتحدي استعداد نفسي هيسمعك ولا لا، استعداد نفسي هستجيب لك ولا لا. دي البدايه بتاعتنا. تقريبا اشتغلنا على تقريبا 150 فرد الى الان، طلعنا منهم تقريبا 12 طفل موهوب، عندنا تقريبا 36 حاله اعاقه، عندنا مجموعه من الشباب عاملين برامج توعيه بان مخاطر المخدرات دي ايه. معتز بيه المخدرات اساسا، الناس مش فاهمه يعني ايه مخدرات. المخدرات دي وهم. عندنا المتعاطي لا يشفى تماما، هو يتعافى لا يشفى. اللي بيتعاطى مخدرات علميا لا يشفى ويتعافى. بتدخل ازاي المخدرات البلد؟ المخدرات بتخش البلد عن طريق طرق كتير جدا، يعني المهربين مش بيغلبوا، يعني لهم طرقهم ولهم اساليبهم اللي هم بيدخلوا بيها المخدرات. وبالمناسبه المخدرات اللي بتخش البلد مش مخدرات طبيعيه، حاجات المخدرات الطبيعيه غاليه بشكل كبير جدا، اللي هي الانواع الرخيصه اللي بتبقى في متناول الشاب. هو ازاي بص ومدمره في نفس الوقت. هقول لسعادتك على حاجه بس مش خروج عن الموضوع بتاعنا، بس في فكره بسيطه جدا. يعني مثلا لو خدنا مثال الصين ازاي نجحت في مصر، بيعملوا دراسات عن طبق قومي، ايه احتياجات الشعب ده؟ بيعملوا لك فانوس رمضان اللي هو مش عارفين اللغه بتاعته، بيعملوا لك سجاده و هم بيعملوا دراسه عن الشعب ده محتاج ايه؟ الشباب دي ايه اللي ينفع معاهم؟ فبيبتدوا من النقطه دي يشتغلوا على كده، ودي مش مخدرات طبيعيه خالص، مخدرات طبيعيه غاليه فوق ما تتخيل، فبالتالي بيعملوا حاجات مضروبه اساسا. والحاجات دي بتوصل للجهاز العصبي بشكل سريع جدا وتدمر خلايا المخ. ومن هنا بقى برزت خطوره الموضوع على الشباب، ومن هنا جه القوة الدافعة ليكم ان انتوا تمشوا في المبادرة. استاذ ربيع موسى، حضرتك امين صندوق مركز شباب طاحة البيشة، ومتهيألي ممكن تكلمني برضو عن مسألة وعي الشباب. هل مسألة اصل تغيير الوعي وتغيير الثقافة، انا اللي اعرفه ان هو بياخد سنوات طويلة وربما قرون عشان او عقود طويلة من الزمن عشان تغير ثقافة مجتمع. فقولي تجربتك ايه في مركز الشباب؟ هو حضرتك لما بدأوا المؤسسين المبادرة لا للمخدرات وبدأوا يشتغلوا عليها، احنا كمركز شباب تبنينا الموضوع وبدأنا نشتغل عليه. ما هو انا عايز اعرف برضو، اعذروني انا بس بحاول افهم، انتوا حكومة ولا انتوا مجتمع مدني؟
مجتمع مدني، يعني زي مؤسسات افراد طبيعيه اهليه، افراد طبيعيه افراد طبيعيين بتنضموا فيما بينكم، والحكومه بتدعمكم بقى لما بتحتاج كده تحت عنوان المشاركه المجتمعيه. المشاركه المجتمعيه، اتفضل يا فندم. فتبنينا الموضوع في مركز الشباب ولاقى تجاوب واسع من الناس، حضرنا في المؤتمر عدد كبير جدا، فبدانا من هنا نفتح مركز شباب للناس والشباب. طب الشباب هتبطل مخدرات هتروح فين؟ لازم يبقى في بديل. احنا مدينا ايدينا فلازم الايد التانية تتمدنا عشان مركز الشباب بدون انشطه نهائي، بدون ادوات، ما عندناش حاجه ان احنا نستوعب بها الشباب في المركز. فاحنا بنطالب من معالي وزير الشباب والرياضه، عايزين صاله جيم. الشاب عشان يعفى من المخدرات لازم يلاقي وسيله يعفى منها. لو انا ما فتحتلوش المركز، مركز الشباب هو ده وظيفته، ثقافي اجتماعي رياضي، انا ما عنديش الكلام ده، ان انا في قريه. الشاب من دول بيطلع يروح المدينه عشان يلعب جيم، عشان الرياضه طبعا خير وسيله للامتناع عن الكلام ده. فانا ما عنديش، فانا بطالب ان احنا يبقى عندنا جيم. ما عنديش مكان، عندي دور تاني مش مبني، عايزين نبنيه. مفيش دعم من رجال الاعمال، مفيش نهائي دعم من تركنا كل الابواب، صندوق ما اعرفش ايه من الجماعه نواب البرلمان اللي عندكم مثلا ممكن يساعدوا في لحد ما، في ادوات معينه صغيره بس مش هيدعم بالكميات دي. طلبنا وتركنا جميع الابواب علشان نعمل كده، ما حد سمع لنا. طبعا ده شق اللي هو مركز الشباب، ان هو نفتحه في صاله جيم، ودور تاني عشان نبدا احنا نستوعب الشباب وندخلها. وفي شق تاني، اتفضل. في شق تاني، المنظومه التعليميه في القريه كانت منظومه عاليه جدا، بدات في الاونه الاخيره تتدهور. ايه السبب؟ سبب الدراسه. بقى عندنا دلوقتي المدرسه الابتدائيه في قريه طاحه البيشه الفصل فيه 80 و90 طالب. عندنا مبنى قايل للسقوط فيه دورين. المنظومه التعليميه بتساعد ان هو ما يبقاش فيه مخدرات. وبرده في ملحوظه، طاحه البيشه مش مليانه مخدرات. طاحه البيشه نسبه ضئيله جدا من القرى المجاوره اللي مليانه، اللي بتجي لنا منها المخدرات. اهل طاحه البيشه الشرفاء قاموا على القله القليله اللي هم عملوا ودخلوا المخدرات. فانا يعني بقول لهم ارفعوا راسكم لفوق، انتوا ناس شرفاء، رفعتوا راس القريه فوق، وان شاء الله جاي احسن يعني. وناس جدعان جدا طبعا. تعالوا نشوف تقرير يلخص لنا الاحوال في قريه طاحه البيشه بمحافظه بني سويف، اللي النهارده بنتكلم مع اهالي القريه اللي مشرفينا في الاستوديو عن مبادره وفكره بيطرحوها وشغالين عليها تحت عنوان لا للمخدرات، او قريه او مكان خالي من المخدرات. وربما تكون التجربه الاولى، اعتقد انها تجربه فريده من نوعها في على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه. وبعد كده ارجع اتحاور مع جماعه ضيوفي من اهالي القريه اللي موجودين في الجمهور. بس الاول نشوف تقرير عبد الرحمن ياسين. الشباب عمل مبادرة على أساس يحارب الظاهرة دي، فكان أول مبادرة نشأت من مركز الشباب، تشكل مجلس حكماء عشان خاطر يتابعوا الحاجات دي. المجلس الحكماء دول من الناس الكبيرة في البلد زي العمد والمشايخ والشخصيات برضو البارزة اللي هم من خارج مركز الشباب، على أساس أننا نقدر نسيطر مثلا على البلد كلها. مجلس الحكماء عندنا يتكون من 20 فرد اجتمعوا وخدنا قرارات أن هو في حالة اللي هو اللي عنده فرع ويجيب حاجة زي كده مخدرات في البلد، نبدأ نبلغ الشرطة ونبدأ ندفعه 10,000 جنيه. فإن ما استجابش بنطلبه في المركز في قاعدة عرفية، وده عن طريق الشرطة. الشرطة مدينا يعني بلاغ بكده، علقنا ورق على هاوي نبهنا عليهم، قلنا لكبار العائلات، نبهنا على البيوت، وكله بصراحة لقينا استجابة بصراحة فعالة. تبنينا فكرة ان احنا برضو ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن نعمل تحاليل. جمعنا فلوس من الناس وبدأنا نجيبها بأسعار مرشدة جدا، بحيث اللي عايز يعمل كنترول على ابنه نقدر ان شاء الله نعمل تحاليل، نوصل ان شاء الله ان احنا لفترة التعافي. الناس الصغار ان شاء الله برضو هنشتغل عليه ان هو ما يدخلش في مرحلة الادمان. بدأنا نعمل ندوات في النادي. كنت عايشة حياة طبيعية خالص، ما كانش فيه أي مشاكل في بيت. بصيت لقيت جوزي باستمرار داخل زعيق وشخط، وخلاص حياتي ابتدت إن هي هتتهدى. فوجئت إن جوزي بيشرب مخدرات،
فجيت واتكلمت مع كبراء البلد وهنا الشباب طبعا الشباب عارفة كل حاجة عن بعضيها، فهم جم هنا في النادي واتكلموا معاه والحمد لله رب العالمين قدروا ان هم يخليه بعد الحاجة دي. انا كنت بشرب مخدرات جميع المخدرات، وقدرت الحمد لله ان انا اقدر ابعد بمساعدة اهالي القرية، والحمد لله الفضل يرجع لربنا ان انا قدرت بعد الاعراض ان انا اتعالج منها والحمد لله، والفضل لربنا واهالي القريه ان انا اقدر باستجابه واخد بالك بالمبادره وانهم يقفوا جنب الشباب وان انا بعدت عن الموضوع ده. كان في بعض الشباب بتشرب حضرتك مخدرات مره على مره بالمبادره طبعا، فدلوقتي الشباب كلها ما فيش دلوقتي اللي نادر بيشرب، ولو عندنا هنا 10% اللي بيشربوا، وبعدين فإذا كان فرح إذا كان مناسبة غير كده ولا في عندنا بياعين ولا عندنا حدنا بيشرب مخدرات هنا خالص نهائي. احنا هنا في الصيدلية في الأول ابتدت كانت فيه ناس كتيرة تيجي تسأل على أدوية مخدرات نازلة جدول، بعد ما ابتدت المبادرة بتاعت لا المخدرات هنا في البلد ابتدى الموضوع يقل شوية بالتدريج. ده كان تقرير عبد الرحمن ياسين من قرية طحة البيشة بمحافظة بني سويف، اللي أهالي القرية أو يعني قرية أو يعني نماذج من أهل القرية مشرفيني في الاستوديو. أنا هاخد حد من الجمهور، ياريت تعرف نفسك وتتفضل تتكلم. طبعا في الأول بشكر حضرتك وبشكر قناة النهار. العفو. محمود ثروت، عضو مجلس إدارة سابق بمركز شباب طحة البيشة وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن عن مركز بيبا. طبعا حضرتك أنا مش هضيف كتير عن اللي قاله الدكتور طه، الدكتور أحمد، الأستاذ ربيع والعمدة عمرو. أنا في الأول بس حضرتك مش هقول ابتدينا إزاي، أنا هقول ابتدينا ليه. إحنا ابتدينا حضرتك طحة البيشة بلد كبيرة برجالها بأطبائها بمهندسينها بنسبة تعليمها العالية. حضرتك طحة البيشة برضو مش زي ما بعض الناس صورتها ان هي مليانة مخدرات والكلام ده، لا احنا حاجة دخيلة علينا، حاجة حضرتك دخيلة علينا، فاحنا زي الجسم كده لما يلاقي حاجة غريبة داخل الجسم لازم بينتفض. احنا قرية طحة البيشة انتفضت لقلة قليلة جدا دخلت جوه. منين السمعه دي جت للقريه؟ لا هي السمعه ما جتش للقريه حضرتك، ما هو انت لسه قايل. لا انا بقول لحضرتك ناس بص حضرتك قله قليله، انا بقول لحضرتك قله قليله من القريه من الكره المجاوره لينا. احنا ما كانش عندنا في الاول افراح نهائي بيبقى فيها اي حاجه من على فكره يعني حضرتك. انا بس عايز اقول حاجه صغيره، يعني مش عيب خالص ان قريه او نجع او بلد فيها 100,000 200,000 وتلاقي فيها 10 15 50 واحد بيشربوا مخدرات، يعني ده موضوع بالظبط كده لا يسيء للقريه خالص. بالظبط ده طبيعي في اي حته في العالم. فمش عايزك تشعر بالحرج خالص. لا 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 ما فيش حرج خالص. النهارده فخورين بان في الحقيقه فكر زي ده موجود ومشاركه مجتمعيه، وان المجتمع مش بينتظر الحكومه في كل حاجه علشان تيجي تحللوا مشاكله. المجتمع هنا النهاردة بيشتغل وبيتفاعل مع قضاياه قبل ما الحكومة حتى تقول أي حاجة، يعني أنت عايز الحكومة تكملك بس، إنما أنت كمجتمع دخلت وبدرت وبقيت إيجابي وبتحل المشاكل. هي لا حضرتك هي كمبادرة جميلة، وبعض الكرة المجاورة لينا بدأت تاخد فيها. طيب شكرا، ألف شكر لحضرتك، تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد سليمان، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بطحة البيشة. أهلا أستاذ سعد. يعني من زمان وأنا شغال في العمل الاجتماعي. أي. مدير عام شؤون أفراد جامعة بني سويف. كويس أوي. هو ال- 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 إحنا الناس أهالي البلد هم اللي بدأوا يكتشفوا إن بدأت تتزايد. يعني زمان الناس كانت بتشرب، مين اللي كان بيشرب زمان؟ اللي هم الناس اللي مش كويسين. الناس اللي قاعدين وما وراهمش حاجه. لكن الظاهره انتشرت وبصينا لقينا ان طلبه الجامعات بدات تخش في نفس السلك. وهنا يعني الخطوره بقى، هنا الخطوره. وبعض الافراد دخلناهم مصحه عشان يتعالجوا، لان منهم مهندسين ودكاتره.
يعني بدأت الظاهرة تنتشر وانتشار الظاهرة بيؤثر علينا تعليميا اقتصاديا واجتماعيا طبعا. فإحنا اللجنة دي لجنة ما كانتش أصلا لها اتصال بالبلد بالدولة كدولة، يعني إحنا هنا كمجموعة أو العشرين واحد اللي إحنا اخترناهم ممثلين لكل الطوائف الموجودة، منهم شباب منهم ممثلين للمشايخ ككبراء سن، ولكن يعني الأساس كله إحنا بنركز على الشباب ومركز الشباب، يعني انتشرت الفكرة وبدأت من مركز الشباب. كويس قوي. قسمنا المعالجة من ناحية الدينية، كلمنا الخطباء يبقى يخطبوا في الجامع ويقولوا أضرار المخدرات إيه. الناحية الأمنية دي اللي هي المشايخ والعمد دول لهم اتصال أمني. الشباب كتوعية، احنا معنا دكاترة معنا مهندسين على مستوى عالي جدا الحمد لله، يعني من الناحية التعليمية ليهم دراية ازاي يتعاملوا مع الشباب، ازاي يتعاملوا مع الظواهر الغير طبيعية. احنا كمجتمع مدني او جمعية بدأنا برضو نشارك، بنعرض بعض الحلول لهذه المشاكل. ايوه. ازاي يعني الدكاترة الصيدلة والاطباء ليهم دور في التحاليل في المعالجات، احنا بنعالج كمجتمع مدني مثلا بعض الحلول ان احنا نلم من كل بيت مبلغ شهريا ونوفر بعض الوظائف للناس اللي هي قاعدة ما بتعملش حاجة، ممكن نتعاون على يعني لو حد عنده طالب او عنده حاجة ومش قادر يصرف على ابنه في العلاج، او لو في حد قاعد اصلا وفاضي نشوف له عمل. دي من بالزبط ازاي نعالج علشان ما يجيش يقول لك انت عايز نسيب المخدرات وبعدين عايز نعمل ايه. بالزبط. ما انت ولا بتوفر لي فرصه عمل ولا في مركز شباب عدل عشان امارس رياضه. يعني انت مش عايزه يجي يقول لك كده، وانا فاهم ده. خليك معايا يا استاذ سعد عشان بس الدكتور طه عبد العظيم عندي سؤال له. انت بتتمنى انك انت هدفك ده يبقى يعني وتبقى طه البيشه خاليه تماما من تعاطي المخدرات، سنه سنتين 10 سنين دلوقتي عندك اطار زمني؟ عندي بنقول لحضرتك فيها، عندي خطه قصيره المدى وطويله المدى. انت تقدر تقول انك حققتها؟ اقدر احققها مثلا في خلال ممكن سنه. ليه؟ سنتين ليه؟ ما شاء الله. ليه؟ بص حضرتك في جزئيه استاذ، اولا اللي بيشرب او يتعاطى مخدرات ده مريض يحتاج لعلاج وليس مجرم يحتاج لايه؟ لسجن. ايوه. فاحنا ده لازم نقرب منه، طبطب عليه، نوفر له. ودي نقطه من النقط اللي انا ايه هطالب حضرتك بيها في جزئيه معينه. انا تواصلت مع مراكز لعلاج الادمان. المراكز معظمها خاصة وتكلفتها عالية جدا. طبعا لا تتخيل. انا يعني عايز اقول لحضرتك رقم ممكن يبقى عالي. لا قول لي. لا ممكن اقول لك مثلا ممكن توصل 50,000 جنيه. علشان تقدر تطلع حد متعافي من المخدرات ويكمل الكورسات بتاعته كاملة. تمام. وطبعا الرقم ده مش في متناول الجميع نهائي. فاحنا محتاجين حد من وزارة الصحة يتواصل. ما هو اكيد يعني في حد في مراكز علاج ادمان مجانية. انت بتتكلم على المخدرات اللي بتسبب الادمان ولا بتتكلم على واحد لف لمؤاخذة يعني سيجارة حشيش في فرح؟ لا لا، انا بفكر في حاجتين. بفكر ان انا في خطة قصيرة المدى ان انا افراح مقاهي، لا طويلة المدى ان انا بقى اعالج الناس دي. الناس اللي هي وصلت الى مرحلة الادمان وتحتاج لعلاج بيكلف حوالي 50,000 جنيه علشان يتعافى تماما، دول نسبتهم قد ايه عندك؟ المفروض كل شخص مدمن، انا يعني برضو حسب ما الزملاء والاطباء بيقولوا ان هو يحتاج، لان هو المفروض يروح مستشفى تعالج فيها. مفيش احصائيه معينه بس انتوا مش قليل. انا فاهم بس انتوا ملاحظين انه العدد مش قليل. لا مؤاخذه، اتفضل. ايهاب عبد الفتاح، صيدلي. اهلا وسهلا. بس يا ريت الميكروفون. ماشي. هي الفكره بس اللي احنا كنا عايزين بدانا عليها المبادره هي تغيير ثقافه المجتمع من تحويل شرب المخدرات الى شيء عادي مباح علني. دي كانت البدايه الاساسيه. يعني في ايه؟ في فرح النهارده، في حنه فلان، هنروح نحضر؟ لا انا ما اقدرش اروح يا دكتور ده، هنروح؟ لا هنروح ازاي؟ ده الناس قاعده تشرب.
احنا بمكانتنا او بشغلنا او بوضعنا الاجتماعي مش هنقدر نروح. طب يا جماعه ده الحنة، لا ده بقى عرف، هيبقى عرف ان مفيش حنة او فرح الا والناس بتشرب فيه، خلاص كان هيبقى عرف في القريه يعني. بالنسبه للجهاوي كانت بدات الناس تبدا تشرب عليه، وكان هو ده فعلا هو هي الفكره اساسيه ان احنا يعني كان هو انتوا كان هي دي الاساسيه، تغيير ثقافه المجتمع. انتوا كان عندكم، انا سمعتك انتوا عندكم يعني وصلت المرحله بتاعت تعاطي المخدرات انها بقت شيء عادي على المقاهي والافراح؟ الافراح كان هيبقى عرف ان مفيش حنه او فرح يتم الا وكده، للاسف كان هنبدا نوصل ان ده يبقى عرف، مش ان ده شيء يعني كان المفروض. الحاجات دي بتحصل كحالات شواذ، ان واحد جاب في فرحه مخدرات او حصل فيه بصمت الناس او ان الناس ما وقفتش واقفه كويسه من البدايه. بدا يتحول الموضوع ده ان ده انا عزمتك المره دي في فرحي وجبت لك، فانت تعزمني المره الجايه في فرحي، وهيبقى عرف مجتمعي، والقرى تبدا تدعي بعضيها ان تعالى على الفرح عند فلان فيه واللي عارف. فاحنا قلنا لا، طحا بلد متعلم، بلد فيها نسبه تعليم عالي، بلد فيها اساتذه جامعات وفيها كده، فلازم نغير الثقافه دي. يا جماعة احنا نبدأ نعمل دعوة للا للمخدرات في الأفراح أو في القهاوي. الناس كلها عايزة تجف، كانت محتاجة الدعوة بس. يعني احنا يعني في استجابة من الناس؟ استجابة عالية جدا، رائعة. تمام. مجرد ان احنا دعينا تمام، الناس كلها بدأت الخطوة. تمام. ومشت القصة. تمام. أستاذ عمرو إسماعيل بعد إذنك، معلومات عامة عندي عن المبادرة، ان انتوا بتاخدوا بعض البنود المكتوبه، يعني بمعنى ايه؟ انت بتعمل عقد بينك وبين الناس؟ عملنا كده، عملنا العقد دوت في مركز الشباب، كتبنا فيه ان احنا بنمنع موضوع المخدرات خالص موجوده في البلد. يعني العقد ده مين اللي بيمضي يمضي عليه؟ كل جميع العائلات في البلد، كبارات العائلات ومشايخ البلد. عقد بيلزم كل الزام. الزام بانه هيحصل له يعني إيه؟ بعمله نمره واحد، انا بقول له ما تعمليش الفرح دوت، ما تنزلش في كذا كذا كذا. نمره اثنين، طب انت لو نزلت الكلام دوت انا هبلغ عنك الشرطه. انا مش هممني، انا هعمل، انا عاوز اعمل الفرح. نمره ثلاثة، انا هدفعك 10,000 جنيه. ما انا هات، ما فيش مشاكل، مش هدفع. أربعة، لا انا بقول لك اهوت، لا هقعدك في قعده عرفيه. القعده العرفيه عندنا في الصعيد او عندنا بني سويف تخوف. القعده العرفيه بنجيب بدون المحكمين والكلام دوت، تلزم الشخص ان هو لو اكدوا ان هو اخطا انه لازم يدفع مبلغ كبير. فالقعده العرفيه دي زي ما تقول اخر درجات التهديد، القانون العرفي اللي هو بقى لكل السيد في الصعيد بقى القانون العرفي. يعني معنى انك انت اتحولت القعدة عرفية، يعني معناها لو تمت ادانتك خلاص فانت هتتغرم مبلغ كبير جدا هيوجعك. ايوه بالاخر كده. والفلوس بايه؟ الفلوس بتوجع الناس، وهو هيبقى حريص على ان هو ما يوصلش للقعدة العرفية. طب انا بتاع القهوة، انت بعد اذنك هنفوتنا عليه، ما تدفعش، ما تعملش، نخلي الناس تعمل كذا كذا كذا. ماشي. طب لو قعد انا هدفعك 5,000 جنيه ان انت خليت اشخاص يقعدوا على القهوة. يعني انت بتقول الفلوس بتوجع الناس، يعني القعدة العرفية ممكن تفرض مبلغ شكله ايه؟ يعني مبالغ كبيرة في القعدات العرفية، 100,000 جنيه، اكتر من 100,000 حسب الخطأ بتاعه. هل اتعملت قعدات عرفية في الفترة اللي فاتت؟ في الصعيد بتعمل القعدات العرفية. لا، هل اتعملت قعدات عرفية؟ لا لسه. لا الموضوع ده لسه اللي احنا بنتكلم فيه. لا الموضوع ده لسه لسه ماشي كويس قوي لغايه دلوقتي. لسه اصلا من غير ما لغايه دلوقتي في. اتفضل حضرتك. يعني عايز اقول لحضرتك ان الناس استجابت من غير ما نعمل اي حاجه من الحاجات دي. احنا مجرد ما حطينا البنود لقينا استجابه الناس اسرع مننا. احنا كنا يعني الموضوع ماشي بسيستم كويس جدا، مش هدفنا بس، يعني احنا كنا بادئين مرحله اولى المقاهي والافراح، حاطين في دماغنا زي ما قلنا، زي ما قال الدكتور احمد لحضرتك، الناشئ الجديد ده ما يدخلش على الموضوع ده، اللي حصل له وادمن مخدرات لازم يتعالج. يعني دخلنا على الموضوع بكذا بند. مجرد ما عملنا المبادره وبدات البنود تتكتب، الشباب سبقتنا للتطبيق. هو اللي يعني هيتعالج. يعني احنا ما نزلناش ولا قهوه عشان نفتش على الناس ونشوفهم بيشربوا. هم بطلوا لوحدهم ان حد يشرب على القهاوي، بطلوا لوحدهم انه حد يبيع. الضغط الشباب على الناس هم اللي علقوا، يعني لفت هم اللي علقوها، اللافتات الشباب اللي علقتها. ايه اللافتات دي بتقول ايه؟ ما حد يعني مثلا مقهى تلاقيه مكتوب عليه انا ممنوع تعاطي المخدرات في هذا المقهى. اللي بيبيع فعلا ضغط الشباب عليه خلاه امتنع عن البيع من غير ما حد يروح له قبل احنا ما نبدا ننفذ ولا بند. اذا في تعاون من الناس اكتر من يعني احنا كنا متوقعين استجابه، ادونا استجابه اعلى منها بكتير. على فكره وحضرتك بتتكلم على الهوا
نزل اليافطة هم عملوها من نفسهم لا للمخدرات أصابونا أصحاب الهوم اللي عملوها من نفسهم عايز أقول لك تحت إدارة المعلم فلان ممنوع منع الشباب كانت قالوا يعمل الكلام ده أكتر من الناس نوع من أنواع المخدرات بالمقهى هو اللي عملها بنفسه مفيش حد قال له يعمل الكلام ده صاحب المقهى صاحب من نفسه كده تجاوب جامد جدا ما شاء الله يعني ايه من اصحاب الهوى ده كل الهوى في البلد المعلم ابو رحيم ده على فكره عشان الراجل بس لو بيتابعنا يعرف ان احنا بنشكره بتفرج عليك على القهوه دلوقتي بجد والله بتفرج عليك عايز اقول لحضرتك كمان الشباب مش مقتنع بالمستوى اللي احنا وصلنا له هم عايزين حاجه احسن من كده بكتير طبعا يعني هم بيقولوا لا ايه افراح ايه ومقاهي ايه بالعكس احنا عايزين ننهي على الموضوع تماما ونفسهم التجربه تتعمم على باقي الجمهوريه اللي يمنع ان يبقى فيه مثلا كل شهر قاعده في كل مكان في البلد كل واحد يدينا اقتراحه انا عملت كده واحد اتنين وحضرتك يا ريت تتبنانا الفكره دي خلينا افتح البيشه الاول لا احنا نفسنا كله والله احنا مش نفسنا نبر الامان وتبقى زي الفل وتبقى تجربته عامه انا عايز اقول لحضرتك اتفضل يا فندم ان طه البيشه الحمد لله رب العالمين من احسن البلاد في محافظه بني سويف احنا عايزين نبقى نموذج الناس كلها تمشي ما احنا عايزين احنا اللي نقول الكلام ده ومين يشهد للعروسه احنا اتفضل يا حاج فاضل لي دقيقه واحده بعد اذنك بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى محمود ياسين موجب الاثر وابن عمده الطحه ومرشح عمده برضه اهلا وسهلا اهلا بك يا باشا بالنسبه للمبادره احنا الدكتور ايهاب والدكتور اشرف والدكتور طه والدكتور احمد والقائمين على المبادره احنا عملنا كل عيله مثلا 3 4 طنفار اللي هنلف مثلا 3 4 طنفار واحد عنده فرح هنروح له انت عندك فرح ما تعملش ايه ما تفيش مخدرات فيها انا شربت مخدرات تدفع 10000 ما دفعتش 10000 هنبلغ الشرطه تيجي تاخده انا فاهم للاسف الشديد طلبات. ان اغلب اللي بيشرب مش من البلد والشباب اللي بيجيبوهم من بره كل القهاوي لو رحت حضرتك نزلت عندنا في البلد ثلاث ارباع القهاوي من خارج البلد نهائي وبتوع البلد هم اللي بيجيبوهم هم اللي بيسقوهم هم اللي بيعملوا كل حاجه تمام شيء جميل جدا وبحييك عليه جدا جدا هختم بنص دقيقه لان لازم بعديه في برنامج الاستاذ ربيع موسى اتفضل يا فندم هو يا فندم من الدكتور طه حضرتك كلمته بيقول سنه الادوات احنا عايزين الدوله تمدنا ايديها المركز الشباب يبصلنا عليه المدرسه يبصلنا عليها عشان نقدر نحارب الكلام ده من غير الكلام ده احنا ممكن نفشل والله عندك حق احنا ممكن نفشل وتستحق كل دعم وخصوصا مركز الشباب عاوز دعم جامد عايزين دعم كل دعم يعني هيبصلنا مركز الشباب هو المكان اللي هيجمع الشباب دول بعاتب على ولي الامر يا فندم ولي الامر هنفشل ما يخليش يسر وما يدوليش فلوس مش يشرب برضه ولي الامر عليه دور والبيت عليه دور هو صاحب الفرح يا باشا يعني الراجل الكبير اللي حد كده ما يعني مش عاوز يعمل الكلام ده الشباب هم اللي بيعملوا كده فاحنا لما نروح له قبلها باسبوع ونقول له ما فيش مخدرات في الفرح قالوا نبلغ الشرطه قلت مع بنزين الشرطه كلها عجل ومشي يكون ظبط ظبط الدنيا انا اقترحت ده قلت يدفع 10000 جنيه فعلا ودفعها خدمة عنبوز وكل واحد كبير في عيل ودفع لا ما لسه ما حدش حصل ما حدش خالف لما يدفع هنجيلك لما يدفع بعرفك انا عايز اشكركم جدا كل كلمه واحده بس كل عيله فيها كبير ايوه لو سمحت صاحب الفرح مع المحاشر الكبير محاشر صاحب الفرح قريبه يدفع الكبير بتاعه الكبير العيله كبير العيله شخص نفسه يدفع كبير اللي هو قاعد اللي هو من ضمن اللجنه اللي موجود ومحدش يقول انا كبير نفسي لا ما فيش حد يقول هتروح للكبير على طول نص دقيقه دكتور اشرف محمود خليدي رئيس مجلس اداره مركز شباب طه البيشة اهلا يا دكتور انا بشكر الشباب ان هم استجابوا للمبادره دي وهم كانوا سابقينا جدا واتمنى بس الدعم يجي لنا يعني يا ريت وزير الشباب والرياضه يدعمنا دور تاني في مركز الشباب وبصال الجيم عشان نقدر نشد الشباب من المخدرات او من اي نشاط تاني ومتابعه طبيه هتمنى حضرتك بس تتبنى معانا الفكره دي هو حضرتك يا فندم الف شكر انا حضرتي لازم اروح لازم اختم اوعوا تزعلوا مني يا جماعه انتوا نورتوني على فكره وعايز اقول لكم ان انتم يعني مجموعه يعني نقول ايه شباب وفوق الشباب بشويه بس زي الفل وطاقه ايجابيه ومجتمع بيطور نفسه ومش عايز ان هو يستكين ويستنى يجيله الانقاذ من بره وحقيقي تستحقوا كل تقدير وكل احترام وكل دعم ومسانده الف شكر يا جماعه وتمنياتي لكل يعني اهالي قريه طه البيشه في محافظه بني سويف بالتوفيق وهنتقابل وهنبقى متصلين بيكم عشان
نتابع نجاحكم ان شاء الله في مبادره طه البيشه بلا مخدرات. ربنا يوفقكم. وانا دلوقتي مضطر ان انا اروح يعني ان انا انهي هذا اللقاء. كان نفسي والله نتكلم اكتر شويه. هيبقى معايا الزميله دعاء فاروق وضيفها الدكتور عماد مشرقي استشاري امراض البطنه بكليه طب طنطا. فانا الى اللقاء. اهلا بيكم مشاهدينا. من الامراض اللي ممكن تلازم المريض من وهو طفل لغايه اما يكبر الحقيقه مرض احنا ممكن نشوف الشخص شكله طبيعي ومفيش عليه يعني اي علامات المرض ده، لكن الحقيقه هو يعني بيواجه بعض الاخطار وبيكون يعني عنده شويه اعراض كده يعني ممكن تبقى ملازماه العمر كله لو ما تعاملش مع المرض ده بجديه. مرض السكر او داء السكري كما هو معروف في اللغه العربيه. بيشرفني الحديث عنه دكتور عماد مشرقي استشاري الامراض البطنيه والسكر، استاذ بكليه طب طنطا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ دعاء. الاول خليني اسال حضرتك، هو السكر ده بيجي من ايه سواء للاطفال او للكبار؟ تمام، خلينا الاول نفصل ما بين نوعين كبار من السكر. ان احنا عندنا سكر اسمه سكر من النوع الاول وعندنا سكر من النوع الثاني. سكر من النوع الاول ده بينتج ان البنكرياس بتاع الإنسان توقف تماما عن العمل في إنتاج الأنسولين ومن هنا بيبقى صعب على الإنسان إن هو جسمه يستهلك السكر كمصدر للطاقة. تمام. ده كان زمان بيسمى مريض سكر معتمد على الأنسولين. الفئة الكبيرة والعدد الأكبر بيبقى اسمهم سكر من النوع التاني. ودول بيبقى في عندنا جزئين بيشتركوا أساسا في حدوث المرض ده. ان في خلل في انتاج الانسولين من البنكرياس، ممكن يكون الخلل ده في نقص الكميه او جوده النوعيه اللي طالعه، وعندنا خلل في مستقبلات الانسولين، وبالتالي الانسولين ما يقدرش انه يوصل لنفس النتيجه انه ينتج طاقه من استهلاك السكر. تمام. العدد الاكبر هو عدد مرضى النوع الثاني، ودول بيبقى عندنا أنسولين ولكن يجد مقاومة ما في العمل بتاعه، فيبقى هنا المسبب أو المحرك الرئيسي مقاومة الأنسولين أو عدم كفاءة الأنسولين في العمل بتاعه. طيب أنا شايفة حضراتكم بتتكلموا في حاجة اسمها مرحلة ما قبل السكر. بالظبط. هو في حاجة اسمها كده؟ يعني في حد يبقى في مرحلة انه يعني شواهد بتقول انه هو داخل على السكر؟ بالظبط. النهاردة العالم بقى متجه الى مش علاج مريض السكر اللي احنا خلاص عارفين ان ده مريض سكر وبياخد علاج وماشي في المتابعة بتاعته. بقى الاهم النهاردة هو اكتشاف الناس الاكثر عرضة للاصابة بالسكر. ودي فئة كبيرة، يعني الإحصائيات بتقول إن حوالي 34% من الأشخاص فوق سن 12 سنة دول في مرحلة ما قبل السكر، وحوالي 50% من الناس فوق سن 65 سنة دول في مرحلة ما قبل السكر. وكل المنظمات العلمية ومنظمة الصحة العالمية أقروا أرقام محددة في بعض التحاليل بنشخص بيها مريض مرحلة ما قبل السكر. نشخصه إزاي؟ أو الأم العادية أو الناس العادية تقول كده إزاي إن ده ممكن يبقى داخل على السكر؟ هي كده هتبقى حد دخل في دايرة الاشتباه. إنما الغالبية العظمى بيتم اكتشافهم بالصدفة. فكل الآليات اللي هي مطلوب إنها تتحط النهاردة هو في المسح الشامل. يعني شيء حلو حاصل عندنا، حملة أو مبادرة مليون صحة اللي موجودة. إن كان الهدف منها القضاء على فيروس سي، ولكن الحملة كانت ممتازة، وده شيء نشكر عليه السيد رئيس الجمهورية طبعا. إن بيتم تحليل السكر وقياس الضغط وقياس الوزن والله مع فيروس سي. بالظبط. فاعتقد ان احنا بما ان الحمله دي مستهدفه، لا وانا سامعه انه اجباري بالظبط. هو كلنا
كل الناس هو المستهدف 50 مليون شخص في أكيد مصر. اكيد احنا داخلين فيهم. بالظبط ال 50 مليون دول اللي هم معظم الفئه العمريه اللي هي من 18 سنه لغايه 75 سنه، هي الفئه دي اللي خاضعه للسكرين. الحقيقه لو احنا بيتم تسجيل صحي لكل الارقام ربما نفاجأ بإحصائيات كبيرة جدا إن عدد كبير جدا موجود في دائرة ما قبل السكر نتيجة مثل هذا السكر. يبقى الغالبية العظمى من الأشخاص بيتم اكتشافهم بالصدفة، إنما الحقيقة كل المواثيق العلمية النهاردة حطت مواصفات معينة لناس نشتبه فيها فنروح نعمل لها التحليل. طيب ممكن تقولي المواصفات دي يا دكتور؟ المواصفات العامة أول حاجة زيادة الوزن. يبقى أي حد وزنه فوق المعدل الطبيعي ده المفروض إحنا نشتبه فيه ولازم نعمل تحليل. إنسان عنده تاريخ عائلي في العيلة، الأم الأب أو الإخوات عنده سكر من النوع الثاني، فده إنسان في موضع الاشتباه يجب أنه هو يخضع لنفس التحليل. الأطفال اللي احنا بنقول عليهم low birth weight اللي هو حد اتولد وهو صغير قليل الوزن عن المعدل الطبيعي، رغم أنه هو قليل الوزن ولكن ده لما يكبر معدل أنه يصاب بسكر من النوع الثاني أعلى من الأشخاص الطبيعيين في الوزن بتاعهم وقت الولادة. فئة أخرى تانية اللي هي بعض الفئات اللي بتاخد أدوية، الأدوية دي ممكن تسبب السكر. الفئات دي فئات مستهدفة ان احنا يجب ان احنا نعمل لها سكرينينج، نروح ندور عليها ننصحها انها تحلل لان بنكتشف. وهل تحلل بشكل دوري بقى؟ اول لما نلاقيه دخل في دايرة الارقام اللي تقول ده في مرحلة ما قبل السكر خلاص هنا بقى بنهتم بيه زي مريض السكر. لدرجة ان في ابحاث علمية النهاردة ان احنا الاشخاص دول ممكن نصل الامر ان احنا نديهم ادوية عشان ما يبقوش مرضى سكر. طيب انا ساعات اسمع ان واحدة ست تعصبت اتخانقت مع جوزها، راجل مش عارفة ايه، امها ماتت مش عارفة ايه، تقع ده جالها السكر. تمام. ايه العلاقه؟ يعني هو اكيد هو كان هيجيله سكر. ولكن ممكن يكون لحظه الاسترس او لحظه التوتر او الانفعال الزايد اللي اتحط فيه نتيجه هذا الموقف ساعدت في ظهور الاعراض او خلته يهتم فبدا يكشف بدا يحلل فاكتشفنا ان عنده السكر. فهتفضل مرتبطه الحدث بنتيجة التحليل ان الزعلة دي هي اللي جابت له السكر يعني. انما هل السكر مرتبط بالحالة النفسية؟ لا مش مرتبط بالحالة خالص. النفسية؟ خالص. يعني اذا كان هناك، لا بس اسمع مثلا يعني انه الست زعلت فاهو يا سكري عالي، ادي سكري عالي، يعني دايما تقول لعيالها كده او كده. تمام. هو ده موجود لان احنا الانسان في حالة الزعل او في حالة الضغط النفسي بيبقى فيه هرمونات تانية. من ضمن الهرمونات التانية دي انها حاجات بتخلي الانسان في حالة طوارئ، فعشان الانسان يواجه حالة الطوارئ محتاج سكر. فيبدأ الجسم يضخ سكر وهنا بيبقى السكر طالع من الكبد اصلا لمواجهة حالة الطوارئ اللي الانسان فيها، ولكن تأثير ده على الارقام لا يتراوح من 10-15%. طيب انا عايز اسال سؤال بقى يا دكتور، هو السكر ده مرض ملوش علاج؟ يعني ما يروحش؟ يعني في ناس تفضل عايشه بيه طول عمرها، حتى لو قعدت طول عمرها تاخد العلاج والانسولين وكده، ما فيش مره كده تصحى تقول انا خفيت خلاص من السكر وما وخلاص ما بقاش عندي؟ تمام. خلينا يعني نصحح مفهوم. هنشيل كلمه مرض وهنحط مكانها داء او متلازمه. هو فعلا اسمه داء السكري. بالظبط كده. فاحنا كلمه انه داء يعني دي حاجه صعب ان يوجد دواء يحوشها خالص، ولكن احنا كل محاولات العلاج في محاولة محاكاة ما يحدث في الإنسان الطبيعي من تمثيل غذائي للمواد الكربوهيدراتية. يعني إيه الجملة الصعبة دي؟ يعني إحنا بناكل الأكل من ضمنه مواد كربوهيدراتية. مواد الكربوهيدراتية دي هي المصدر الرئيسي للجلوكوز في الجسم. الأنسولين هو اللي مسؤول عن إنتاج الطاقة من هذا الجلوكوز. مفيش أنسولين أو في أنسولين معيوب أصبح أنا مريض سكر، أحتاج دائما علاج عشان نتخطى هذا الداء. وبالتالي هو مشكلة دائمة ملهاش حل جذري، ولكن كل طرق العلاج
في محاولة ضبط مستويات السكر في الدم بحيث ان احنا نحافظ عليها في مستويات معينة ما تؤديش لمضاعفات. طيب نسمع بقى دايما عن يقول لك ده لندن اخترعوا 4 حبات وبياخدوهم وبيخفوا حك. طبعا اكيد الناس بتجيلك تقول لك الحاجات دي، بنسمع حاجات اكتر من كده يعني. يعني شفنا اعلام في التلفزيون جود باي دايابيتس مثلا. أيوة يعني ايوه صحيح. لا وناس ما بتتعلق بالشاي يا دكتور وبتصدق ايه خلاص هنخف منه. للأسف ده مش موجود خالص. وإحنا لو جينا نبص على أول 10 دول في الترتيب في الإصابة بالسكر، لأن برضو إحنا مش مسألة 4 حبايات، إحنا شائع في المجتمع بتاعنا أن هناك أعشاب وهناك طبعًا حاجات من عند العطار تضيع السكر كل حاجة. فإحنا نمرة 1 في نسبة الإصابة هي الصين، ونمرة 2 هي الهند. فإذا كان الصين والهند دول من أقدم الشعوب اللي هما بيستخدموا الطب الطبيعي صحيح أو الطب البديل، فلو كان عندهم شيء من هذه الأعشاب أو شيء من هذه كانوا يعالجوا بيها نفسهم صحيح. لو جينا على التطور والتكنولوجيا والعلم هنبص نلاقي الولايات المتحدة الأمريكية بتيجي نمرة 3. فإذا لو في شيء من هذا ما كانتش الدول دي. طيب أسأل سؤال بصراحة، سؤال بصراحة، تفضلي سيدة. إحنا نسمع بقى عن المؤامرات العالمية في الأدوية وشركات الأدوية وحاجات كده، هل يعني فيقول لك إيه مش عايزين يعالجوا الناس عشان يفضلوا يدفعوا ويجيبوا أدوية حكا دكتور؟ ده كلام علمي يعني ولا ده كلام يعني الحقيقة يعني مجالس؟ في العلم يعني الحقيقة دايما الناس العلماء بيبقوا منزهين عن اي اغراض طبعا سياسيه او اغراض طائفيه وهكذا. انما يعني في مرحله العلم دي ثقه تماما انها منزهه. في مرحله الاتجار ممكن تشكي بقى ان الدواء ده وصل لمنطقه قبل منطقه، الدواء ده هيتم وجوده. انما اختراع العلاجات او الطفرات في العلاجات دي ما فيهاش تدخلات غير دماغ العلماء بالظبط. وده يخلينا مطمنين يعني. أكيد طبعا أكيد. طيب يعني قياس السكر في الدم يعني انديكيشن، يعني المفروض اقيسه قد ايه؟ وهل هو له علاقه بالمضاعفات اللي يعني لو انا شفت مثلا مضاعفات لازم اروح اقيس سكر بالدم في الدم ولا اعمل ايه؟ جميل. خلينا نرجع تاني في بدايه حديث حضرتك، انك قلتي مرحله ما قبل السكر. مرحله ما قبل السكر لها ارقام وما قبل له ارقام اخرى. فلو جينا عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعينا ونحفظ مع بعض الارقام دي كويس، احنا امتى نشك ان فلان ده عرضة للاصابة بالسكر؟ عندنا تحليلين اساسيين وفيهم ارقام قاطعة. التحاليل دي بسهولة اي انسان بيقدر يعمل. يعني انا لما اروح اعمل تحليل سكر صايم، تحليل سكر الصايم للانسان الطبيعي هو المفروض يبقى اقل من 100. ويبقى الإنسان صايم فترة الليل، لأن ساعات حد يجي طول النهار يقول لك ده أنا ما أكلتش من الصبح ففات 8 ساعات أروح أحلل. لا ده ما يبقاش تحليل صايم. ليه إحنا بنسميه أوفر نايت فاستينج، يعني العيان يكون نام في فترة الليل ولمدة 8 ساعات ويعمل تحليل صايم. تمام. هنا نقدر نقول لو النتيجة بتاع التحليل أقل من 100 ده إنسان طبيعي. حلو قوي. من 100 ل 126 ده مريض مرحلة ما قبل السكر. تمام. عدينا ال 126 في نسبة تحليل السكر الصايم يبقى هنا أصبح مريض سكر. طب ده وعي لأي حد دلوقتي مش محتاج يبقى متعلم قوي خالص أو كده. وأرقام هو في الصيدلية بسيطة والشكة دي بالزبط. أقل من 100 ده أنت طبيعي، من 100 ل 126 تاخد بالك. طيب ياخد باله يعمل إيه؟ ياخد باله دي مهمة جدا بقى. طب نكمل بقية التحاليل عشان الناس تبقى عارف. عندنا تحليل تاني معروف وياريت يبقوا كل مرضى السكر عارفينه، اللي هو اسمه تحليل الهيموجلوبين السكري. ده بيقيس متوسط التصاق الجلوكوز بالهيموجلوبين في الدم. فبيدي مؤشر عن فترة 90 يوم سابقة لهذا التحليل. المفروض الإنسان الطبيعي النتيجة بتاعته تبقى أقل من 5.7. من 5.7 لغاية 6.4 لما ألاقي كده يبقى أنا مريض عنده استعداد للسكر. ما بقاش عندي سكر. بيقيس الجلوكوز ولا بيقيس الإيه؟ بناخد عينة دم بس دي بتتحلل في المعامل. بيبقى اسم التحليل الهيموجلوبين السكري. فده بيدي مؤشر
عن نسبة متوسط نسبة السكر في الدم في مرحلة سابقة تصل ل 90 يوم. تمام. المفروض الإنسان الطبيعي أقل من 5.7 في نتيجة هذا التحليل. من 5.7 لغاية 6.4 هذا الإنسان في مرحلة ما قبل السكر. بدأ يتخطى 6.4 فما فوق يبقى ده مريض سكر. فدي الأرقام اللي احنا بنقدر نفصل فيها ما بين مريض السكر كمريض سكر ومريض ما قبل السكر. وهنا بنقول مريض ما قبل السكر هو ما عندوش سكر ويزعل ان احنا لان هو انسان سليم زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه هو مش باين عليه اي حاجه خالص. ولكن رغم انه مش باين عليه اي حاجه خالص في تغيرات معينه بتحصل في الجسم على مستوى الاوعيه الدمويه. وبالتالي لما بيجي وقت انه يتشخص انه مريض سكر بتكون بدأت تحصل تغيرات تصل إلى حد الحالات المرضية. وده خدنا النهاردة إن بقى مريض السكر من النوع الثاني بنعتبره مريض بمشاكل القلب والأوعية الدموية قبل ظهور السكر. وبالتالي فكرة إن إحنا نستنى السكر يتخطى المعدلات اللي إحنا قلنا عليها يبقى إحنا تأخرنا على العيان ده. الشطارة إن إحنا ندور على الناس اللي هم في مرحلة ما قبل السكر ونبدأ نتعامل معها. طيب النصيحة للناس اللي ما قبل السكر يتعاملوا ازاي؟ ياكلوا ايه؟ يعملوا ايه؟ وايه الحاجات اللي يعني يتجنبوها تماما عشان الموضوع ما يزيدش؟ طيب. احنا لسه قايلين حالا ان احنا عندنا ارتباط وثيق ما بين نسبة السكر ومشاكل او امراض القلب والأوعية الدموية. وكل الأبحاث أثبتت كل ما قدرنا نخفض مستوى السكر إحنا بنحمي الإنسان من هذه الأمراض وبالتالي من المضاعفات الراسخة في ذهننا عن مرض السكر. أول حاجة المفروض نعملها إن إحنا نبقى خرجنا على الأقل بالمعلومات البسيطة اللي في برنامج بتاع حضرتك بمين الناس اللي يجب إن هو يروح جاري النهاردة يروح لما توصلهم حملة من أو مبادرة 100 مليون صحة يروح يحلل ويهتم. تمام. ويبقى عارف الأرقام أنا دخلت الدايرة دي ولا لا. الناس اللي قلنا عليهم تانيين اللي عندهم زيادة في الوزن حتى لو أطفال وأقل من 18 سنة الابن أو الابنة اللي مولود لأم كان عندها سكر في مرحلة الحمل كل الفئات دي يبقى أول حاجة أعملها أنا أروح أطمن على نفسي. أعمل تحليل يبقى هنا أنا بالأرقام اللي قلنا عليها أقدر أقول أنا عندي استعداد يجي لي سكر ولا ما عنديش استعداد يجي لي سكر. دي أول حاجة أعملها. طب أنا لقيت نفسي في مرحلة ما قبل السكر. هما ثلاث حاجات لازم نشتغل عليهم. الحالة الأولانية ضبط الوزن بحيث أن احنا لو الإنسان قدر عنده زيادة في الوزن وقلل من 5-10% ده ممكن يتجنب انه يبقى مريض سكر. كويس قوي. الحاجة التانية لازم نتحرك. فاحنا المفروض نحث انفسنا على ان احنا نبذل مجهود عضلي اكتر. على الاقل المشي خالص اقلها. العلم حسمها في حاجة بسيطة خالص. قال 150 دقيقة في الاسبوع. لو قسمناهم على 30 يبقى 5 ايام في الاسبوع انا عايز 30 دقيقه. لو قسمناهم 50 دقيقه يبقى 3 مرات في الاسبوع انا عايز اعمل 50 دقيقه. اللي ما بيمارسش الرياضه خالص بنقول له على الاقل المشي. بس يبقى مشي بهدف المشي. مش نازلين نتمشى ونقف هنا ونتكلم هنا لا لا هو مرحله هو انا نازل امشي عشان امشي فقط لا غير. اللي بيمارس نوع من الرياضه ده هيبقى الفايده اكتر. يبقى احنا قلنا 5-10% من الوزن الزايد. تمام. محتاجين نقلهم نعمل حركه 150 دقيقه في الاسبوع. جميل. وبعد كده التغذيه الصحيه. ايه الممنوعات اخيرا؟ الممنوعات بقى العدو الأول السكر. أيوة. العدو الثاني هو القلي والتحمير الحقيقة. Yeah. دول حاجتين لو احنا قدرنا نتجنبهم احنا بنقدر. طيب هل البدائل للسكر السكر الدايت والحاجات دي ينفع ولا من ناحية العلمية مفيش تصريح بالأمان ناحيتهم قوي. وهي الهدف في لايف ستايل ان انا انسى طعم الحاجات المسكرة. انا لو نسيتها أصبحت الدنيا هيئة. طيب يبقى أنا السكر الأبيض العسل الأبيض برضو مسموح بيه لأن ده طبيعي. طب كويس قوي.
الهيكل القلي بقى البانيهات والحاجات دي وطب والسمنه البلدي. ما هو احنا هنيجي نقول يعني نستخدم اني انواع من الدهون. فاحنا المشكله الاكبر في الزيوت المهدرجه واللي ما زالت موجوده عندنا والناس بتشوف اعلاناتها، اللي هي الزيوت الصلبه في درجه حراره الغرفه، اللي هو السمن النباتي والسمن الصناعي اللي احنا بنسمع عنه. ده من اكثر الانواع. دكتور عماد مشرقي استشاري الامراض البطنيه والسكر واستاذ بكليه طب طنطا، انا بشكر حضرتك نورتني يا فندم. شكرا لحضرتك، تعيش يا استاذ عماد، وميرسي على الحمله دي المهمه للناس. حمله مهمه جدا، واتمنى ان هي يعني تؤدي دورها في وعي كتير من المشاهدين. بشكركم مشاهدينا، ونشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله.